We'll be right back.
مش بطلي الشغب اللي بتعملي ده؟ ما عملتش حاجه. كل العنبر بيشتكي مني. هتشيلي واحده كده اشتكت مني؟ يا سلام، يعني انا كدابه؟ ما قلتلكيش كدابه. اسكتي خالص لما اتكلم. اسكت، انا ليا حق. حقك ايه هنا؟ ليا حق. هجيب لك اسبوع تقديم، فاهمه ولا لا؟ مش مشكله؟ اه بس اخد حقي. يا سلام غالية. يا حبيبتي قلبي معاكي يا غالية، شدي حيلك يا حبيبتي. خدي هجيب حاجة من بره واجي. يلا يا اختي. هبة شدي حيلك يا حبيبتي. هبة خدي بالك منها. في عينيا، قلبي عندك يا حبيبتي. الصبر يا اختي الصبر. معلش تعالي اقعدي على السرير ده يا حبيبتي، تعالي ارتاحي يا حبيبتي، ربنا معاكي. ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي، ربنا معاكي يا رب. اتفضل. سيدينا حياة يا دكتور. قعدي يا هدى اتفضلي انت. حد سمعها بتتكلم من ساعة ما وصلت؟ لا خالص يا دكتور. وشهيتها للأكل ازاي؟ يعني ما كانتش بتاكل بس غير من طبلية كانت بتبعتها أمها. ولما أمها بقى بطلت تبعت الأكل ما بقتش تحط في بطنها غير النواشف، غير بس يمكن لقمه ولا اتنين كده من اكل كان بتبعته سجينه تانيه عندنا اسمها غاليه. ازيك يا حياه؟ انت سامعاني؟ بس عامله نفسك مش سامعاني. ما تخافيش، انا جاي هنا علشان اساعدك وإن شاء الله تبقى كويسة. حالتك بسيطة وياما ورد علينا. ما عايزك تطمني وتهدي أعصابك خالص. الحقنة دي هتخليكي تمام. الحقنة دي يا دكتور هتخليها بين اليقظة والنوم. لو فقدان النطق بسبب الحادثة يعني عصبي هتتكلم. أما لو سببه عضوي بسبب تلف في المخ فمش هتتكلم، بس إن شاء الله هتتكلم. يا أبو سهل بتخافي من الحقنة حياة؟ ما تخافيش ما تخافيش. ازيك يا حياة؟ كويسة؟ عاملة ايه دلوقتي؟ ازيك؟ كلميني. عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ صلاة وكريم مشي وسابوني لوحدي. هما اللي مشوا ولا انت اللي مشيتيهم؟ انا كنت عايزه امشي معاه.
بس اللي حصل ان هما اللي مشوا وانت فضلت هنا معانا. مش عايزه تتكلمي ليه؟ اتكلمي. مش عايزه. طب هتعملي ايه في القضيه؟ هتدافع عن نفسك ازاي؟ كل الناس عايزين يعرفوا كل حاجه. الاسئله بتفوت من عينيكم. بس انا مش عايزه احكي حاجه. انت مستوعبه ايه اللي حصل؟ انت سميتي جوزك وولادك وكنت هتضيعي نفسك. انت فاكره الكلام ده؟ فاكره انت عملتي ايه؟ يا رب يعدموني بقى، يا رب يعدموني. أنا عايزة أروح لسلوى كريم. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. إيه الأخبار يا دكتور؟ لسه. تمام. هاني. إيه؟ أمال مالك بقى دخلنا؟ أنا أروح، أنا عايز حاجة؟ شكرا. يلا سلام. سلام. سلام يا دكتور. مع السلامة يا فندم. طيب حياتي، أنا عندي خبر ليكي بخصوص والدتك. والدتك تعيش انتي. اهلا اهلا يا ريس. ازيك يا خلود؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اعرفك الاستاذ خالد مكوك، شايل المصنع على كتافه. ربنا يخليك يا ريس. اهلا بالهاني. اهلا. اتفضلوا استاذ حمدي، مستنيكوا جوه. اتفضلوا، منورين الدنيا كلها والله يا جماعه. الله يبارك لك.
اتفضل. يا ساتر. يمين. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا، نورت المصنع. اهلا 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 يا بركتنا، نورتنا. اتفضل اتفضل. تشربوا ايه؟ ما انت عارف. ينسون ولا قرفه ولا جنزبيل؟ ثلاثه جنزبيل يا خالي. ولا اقول لك، تعال معرفك الاول على صاحبه المصنع الجديده. من ورا المصنع يا هاني. لا لا، اوعى تفتكر انها ست وملهاش في الشغل. لا، ده انا الهاني بميت راجل. انا تحت امر الهاني. اهم حاجه تبقى تحت امر الشغل. حمدي طيب، انما انا لا، والدلع ماليش فيه. ولا انا والله. لا لا، من الناحيه دي اطمني خالص. خالد ده دراع اليمين، يعرف كل كبيره وصغيره في المصنع. ده حتى اي بنت ما تقدرش تورد في الشغل خالص طول ما هو موجود. يعني هتاخد المصنع وعليه خالد هديه. طب مش قبل ما تهديه اتعرفه ايه هو المصنع؟ طبعا طبعا. خالد خد الهانم، اديها فكره عن المصنع. تحت امرك يا ريس. يلا اتفضلي يا هانم. اتفضلي يا باشا. عايزك في كلمتين. ماشي يا حمدي. بنات المصنع امانه في رقبتك، اوعى تكوني اخدت المصنع عشان تقلبيه. الله، هو اكله بحلقه؟ مقلبه زي ما قلبه، ولا القلب حلال عليك حرام عليا؟ ان شاء الله اقلبه مصنع بدل راس. انا حره، انت تاخد فلوسك ومالكش فيه، تطلع منها انت. ايه ده، مالك مالك يا اخويا؟ اتفاجئت وتاثرت كده ليه؟ هو انت فاكر نفسك بايع المصنع لدكتوره في الجامعه ولا سفيره النوايا الحسنه؟ ده انا شمس، شمس الشموسه يا حمدي. خلاص خلاص، تشوفيني. اتفضلي. ايوه كده، خلينا حلوين. دول بقى البنات بتوع اوضه التخييط. تخييط ايه يا عم عصام؟ دي اسمها اوضه التطريز. هنا بقى زي ما انت شايفه كل بنت بتبقى شغاله على الموتيفه اللي في ايديها دي، وبنصمم الشغل بتاعنا. انت اسمك ايه؟ شروق. يا لهوي لهوي. ايه يا عم عصام؟ على فكره بنات شاطرين قوي. اتفضلوا اتفضلوا. تمام اتفضلوا. الوليه دي نبها ازرق وشكلها هتطلع عين ابونا. كمل انت مع ست الكل عشان بس تكلوا نائح عليا. لا الف سلامه عليك يا حبيب قلبي. يلا اتفضلي يا هاني. الف مبروك. اتفضلي. ميرسي يا حقيقتي. في ايه تحت بقى؟ وهنا بقى زي ما حضرتك شايفه اوضه القص ومخزن في نفس الوقت. طب بقول لك ايه؟ بالنسبه للادوار اللي فوق دي ايه؟ لا دي شقه دي. تمام. هما كام دور؟ خمس ادوار. تمام. تعالي يا ستي، ادي الشقه اللي قعدت تقولي لي عليها. يا ساتر، هنا الصاله، وهنا بقى المطبخ والحمام، وادي اوضه النوم. ادخلي برجلك اليمين يا شمس. ايه رايك بقى؟ لو كنت صبرت عليا كنت شفت لك حاجه احسن من كده. ومالها دي؟ كويسه، هو ده اللي انا عايزاه. لا بس مش دي الشقه اللي انا متخيلها لشمس. عايزك حاجه كده مش اقل من فيلا شموسه. معلش، في حاجات تانية أولى بالفلوس دلوقتي. حاجات إيه؟ يكشف كوني بعد الشر. عايزة تروحي لدكتور تجميل ولا حاجة؟ فاشل، أنا مش محتاجة. عيني عليكي باردة. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنا كده موافقة، خليه يجهز العقد بسرعة عشان نخلص. هو جاهز مستني على إمدادك. لا 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 إيه؟ يا أخويا، أنا عايزة أريح. مع السلامة. شكرا إنك كده. ماشي. طيب مبروك عليكي. اقفل الباب وراك. حاضر. تعالي يا ماما، شفتي الشقة حلوة ازاي؟ شرحة وبرحة وواسعة. ده انا لفيت انا والسمسار قد كده عشان نجيب شقة زي دي، حتى عفشها حلو اهو. تعالي تعالي افرجك على الاوض جوه.
بصي بقى يا ست الكل، دي اوضتك انت، انا اخترت لك اوسع واحلى اوضه عشان تقعدي براحتك كده وبعيده عن البنات ودوشتهم وخوتتهم. تعالي افرجك اوض البنات. اوضتين كل واحده اوضتها لوحدها، مش زي ما كنا قاعدين في الطرقه اللي احنا فيها. بصي ده السرير واسع اهو، دي اوضه شريهان. تعالي بصي على الاوضه دي، دي اوضه نيلي. الاوضتين احلى من بعض. ايه رايك بقى يا ست الكل؟ تعالي شوفي الحمام بقى، ده اهم حاجه مش المصدي اللي كنا فيه. ايه يا ماما؟ عماله من الصبح اسالك ايه رايك ايه رايك ايه رايك؟ ما تردي تقولي. ارد اقول ايه يعني؟ حلوه. بس اللي انا عايزاكي تعرفيه ان قصر الايد وطلبات اخواتك اللي كبرت معاهم وصحتي اللي راحت علشانهم هي اللي عوجتني لقرشك، لكن عمري عمري ما هنسى فضحتك، فضحتك اللي لازقه في دين اخواتك منين ما يروح. يوه يوه، فضحتك فضحتك فضحتك. انت ايه؟ ما بتنسيش ابدا. ودي حاجه تتنسي برضو يا بنت بطني؟ دي حاجه تتنسي يا ماما؟ انا انت بقالك سنتين ما شفتنيش، سنتين وبتعامليني دلوقتي زي الغريبه، ليه كده؟ انت بقيتي غريبه فعلا. ماشي، الفلوس بقى بتاعت كل شهر هبعتها لك ازاي؟ اديها لك في الشارع زي الحراميه؟ في البوسطه. ابعتيهم في البوسطه وانا هروح اقبضهم كل شهر. حاضر حاضر يا ست اعتدال. عليكم السلام. رضا فين الشنطة السوداء بتاعتي؟ نهور، الشنطة السوداء اللي شبه البوكس؟ معايا. أصلا نزلت بيها تحت ورجعت على طول. بصي يا رضا، طبعا أنا عارفة إن أنت خدتيها بصفانية، كنت هترجعيها تاني على طول. أه والله كنت هرجعها. بس ينفع مجدي يديكي حاجة وتديها لحد؟ تديهاني أنا شخصيا؟ العفو يا دليلة، وإحنا قد ما جنبي. مش دي مشكلة، مشكلتي إن أنت ما استأذنتيش. ممكن بعد كده يا رضا تستأذني مني لو انت عايزه اي حاجه؟ انا عمري اتأخرت عليكي في حاجه؟ والله كنت هرجعها على طول. طيب ماشي ماشي يا رضا، باي باي. خير يا دكتور؟ مش خير قوي يا شفيق، حالتك بتسوق يوم عن يوم، والدواء مش عامل اي حاجه للحصاوي دي. طب والعمل؟ ما انا قلت لك ان كليتك مليانه حصاوي وان العلاج ده مجرد تجربه، ممكن بيها تبقي احسن، لكن الظاهر انه مش عامل اي حاجه. احنا مضطرين نلجا لعمليه نشيل فيها الحصاوي اللي تعبانه دي. طب ما نجرب دواء تاني يا دكتوره، وانت برضه اديكي فيها الشفاء. الشفاء ده من عند ربنا، بس انا خايفه على كليتك التانيه. انت داخله كده في مرحله خطر، في الاخر دي مسؤوليه عليا. انا عايزاك تعملي اشعاعات وتحليل ونخش العمليات فورا، مفيش وقت. لا اديني بس شويه وقت ادبر فيهم المبلغ. لو على المصاريف ما تشيليش اي هم. طب انت ذنبك ايه بس اتعبك يا دكتوره؟ ده كفايه المجهود اللي انت عاملاه معانا. انا ما بدفعش حاجه من جيبي، انا بس بديكي شويه من وقتي ومجهودي، لكن في مؤسسات خيريه هي اللي بتقوم بالكلام ده، بتساعد الناس بدون مقابل. انا عايزاكي تعملي حسابك ان احنا هنعمل العمليه في مستشفى تاني غير دي. ولاد الحلال كتير يا شفيق.
ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب ويكتر لنا من المؤسسات الخيريه. الحمد لله. يلا يا بنات شيلوا الشنطه دي، وانت يا عم احمد هات الباقيين. شيل كويس اهو. هي دي ماما؟ احنا في الدور الكام؟ اه هي دي، مش عاجباكي؟ انت مش قلتي حلوه يا ماما؟ ما تبقي تطلعي وتشوفي. طب هي كام حلوه؟ راحة. ادخلوا يا بنات. الله. وانت يا عم احمد حط الشنط هنا في الارض. حاضر. واسعة. تسلم ايدك يا عم احمد. ايه دول يا ستان؟ مش جايبين حاجة خالص. جرى ايه يا عم احمد؟ اوعى تكون فاكر ان ياما هنا ياما هناك. اللي في ايدك ده كويس قوي، مش عاجبك سيبه. لا هو على ايه؟ شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. حلوة قوي الأوضة دي. الله حلوة. لا 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 دي جميلة قوي. بقول لك أنا اللي هاخدها. لا لا أنا اللي دخلت هنا الأول، والله أنا اللي هاخدها يا بنتي. لا, لا أنا اللي هاخدها. اسمعي الكلام، أنا أختك الكبيرة. لا بقول لك إيه ماما. مامة إيه؟ إيه ده؟ ماما يا بنتي. ماما بصي إيه في أنا إيه؟ اللي دخلت الأوضة الأول وأنا اللي بقول هاخدها كده. بقول لك اسمعي الكلام. طب أقول لك على حاجة أحسن، أنا وأنتي نقعد في نفس الأوضة. لا أنا مش جاي هنا برضه عشان أقعد معاكي في نفس الأوضة يا بنتي. اسمعي الكلام، أنا وأنتي نقعد في نفس الأوضة ونسيب الأوضة التانية لدلال. قلت لكم 100 مرة مالكوش أخت اسمها دلال. والله؟ أمال مين بقى اللي جاب لنا الشقة دي كلها وهيدخلنا جامعة بالشيء الفلاني؟ طب نشوفها حتى نتشكر لها. لا هتشوفوها ولا هتكلموها طول ما انا على وش الدنيا. انسوها بقى. واشمعنى احنا ننساها وانتي لا؟ انا نسيتها من قبلكم. نسيتيها اه، لكن اللي بيجي منها لا، حتى لو كان من شغلها اللي انتي اصلا طردتيها علشانه. لا 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 هي دلوقتي بتشتغل شغلانه تانيه خالص. والله؟ ايه تابت؟ طب ده ربنا قبل التوبه وانتي لا. انا بقى مش هقبلها وهكررها عليكم، لا هتشوفوها ولا هتكلموها. والقرشين اللي انا باخدهم منها ده من كتر انتوا بقى كل مفتوحه وطلبات كل ما بتخلص. وعزه جلال الله لو الموضوع ده اتفتح تاني لرجعكم من مطرح ما جيتوا، وهي الشنط لسه بربطتها. ماشي يا ماما ماشي، بس خليكي فاكره انك بتموتيها بالحياه في الوقت اللي هي بتحيينا فيه. انا تعبت. اوعوا وسعوا لي، انا عايزه ادخل ارتاح. انا هاخد الاوضه اللي جوه برضو. الواد برضه مش عاجبني. ماله يا
لقيته رجع من شويه وبعدين حاسه سخن كده. هو سخن شويه. تعالى يا حبيبي. تعالى يا حبيبي. على مين؟ يمكن بيسنن يا غالي. لا بيسنن ايه ده؟ سنه كلها طلعت. يمكن من الشمس. هو يمكن بس برضه الشمس ما تعملش كده. تعالى يا ضمان. لا هيز جوت فيفر يا غالية. يعني ايه ده؟ يا اختي انت هترطني ما تقولي لنا بتقولي ايه؟ يعني عنده حرارة يا زوزة. لازم دكتور يا غالية يشوفه حالا. يا اختي الملف الساعه ده هتحطينا على الواد ليه؟ طب خلاص انا هروح استاذن من الحارسه واوديه للدكتور. طيب يلا يا اختي. لا ده بيرعش. انتي والنبي عايزه اودي الواد للدكتور. طب تعالي معايا. استنى يا حبيبي استنى. لا ما تمشيش. لا تعالي. لا تعالي خير يا اختي ما تتخضيش بس قوي كده. بس كده يا حبيبي. معلش يا اخويا. ده حقنا بس كده ايه خفض الحراره. قولي لي يا غاليه هو اول مره يحصل له الموضوع ده؟ ما اعرفش هو قاعد في المؤسسه ولما شفته المره اللي فاتت كان برضو تعبان. طيب كان في قيء حصل له قيء؟ ايوه هو رجع. طيب اثناء القيء ده كان في تشنجات؟ تشنجات يا غالية يعني كان بيترعش جامد عضلاته ماسكه؟ ايوه انا لما خدته في حضني حسيت ان هو في رعشه. طيب اللي هيحصل كالاتي انا هكلم اداره السجن تنقله على مستشفى الحميات بسرعه. لازم يتعمل له صوره دم كامله وبذل النخاع. يعني ايه بذل النخاع؟ هبشرح لك بعدين يا غالية مش وقت دلوقتي ايه بذل النخاع. تمام؟ يلا روحي. طب ما خليه هنا انا هبات معاه. لا طبعا مش هينفع ده قانون يا غالية. انا هبقى اطمنك عليه هبقى اشوف واجي اطمنك عليه. تمام؟ أنا دلوقتي كل حاضر أساعدك بيه إن أنا أكلم إدارة السجن أكلم مؤسسة تقلبه المستشفى حالا. يلا مفيش وقت بعد إذنك. ألو أيوه يا ابني إديني أيمن بير مع الداوي. يلا بسرعة. مساء الخير عليكم. اهلا يا حلوه. اهلا يا الله. هو في ايه يا اصل ده؟ يا اخت انا هعرفك في ايه. في ايه يا زينب؟ بتنزلي ايدك. نزلي ايدك. نزلتي جوزك يشتغل يا اختي يا حلوه. معلش 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 والنبي خلاص. بقول لك يا عماد اقعد انت على جنب بقى. انت مش جيت اشتكيت اسكت انت يا اخويا. احنا اللي هنجيب لك حقك. يا ست اهدي بقى. مش مكفيك بيتك وعيالك ليه يا حلوه؟ والله يا زينب مكفياهم. هو اللي كيفه غالي بقى يروح يشتري كفر؟ اه يا اختي كفرتي. كفرتي لما تخلي الناس يقولوا ان ولاد حوريه الهنجران بيشغلوا جوازهم. يا اختي ما شاربينه من كعاننا بقالنا 100 سنه ما نطقناش ليه؟ لا لازمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي؟ ما انت كنت ماشيه كويس. معلش يا اكرام. معلش انت. معلش. ما هي لو امها دي عرفت اصلها هتطين عشاك. لا ابوس ايدك والنبي امي ما تعرف حاجه. لا يا اختي هتعرف. اقول لك هتعرف ليه؟ عشان انت
حبيبتي مش همك، عندك واد يا حبيبتي مش انا الهم، انما انا اللي عندي بيت صحه واقف. خلاص يا حبيبي، بنتك دي لا هيجي لها عريس ولا هيجي لها حق، هتقعد في ارابيز. الله عليه العوض. خلاص بقى يا زين، حقك عليا والله العظيم اخر مره، مش هتتكرر. معلش خلاص بقى يا زين. واقف يا زين، خير دمك والنبي ما تنزعلي نفسك. خدي ولعها ولعها ولعها. بصي يا واد، بصي خلاص معلش معلش. ورينا يا اختي طلعتي بايه في الليله دي، انا اسمع من جوزك الفقر بحاجه. سيب كده شوف فيهم ايه، سيب دنيا بيعهم كده. ماما جابت لنا ايه؟ ها؟ نونو صغنن يا اختي عليك. قلت لك دي ان شاء الله الحاجات دي تكفينا لحد اخر الشهر ان شاء الله. ان شاء الله امسك حبيبتي. خيبه خيبه. موبايل كمان جديد اهو. دي بقى يا ست بقى، واسكت عم اسكت وكس. انت بقى يا ست زينه جبت لك حاجه كده على ما اقسم يعني. والنبي ما تزعلي مني يا اختي، مش هعملها تاني والله. يا اختي الاقيها منك ولا من العدل المقرف اللي مطين عشيتنا ومضيع لنا السيزون؟ والله العظيم على قولك، ما انت مش حاسه بحاجه. ده بيقولوا نزلوا اسكندريه لموا كل الهنجران اللي فيها. اه والله عنده حق فعلا، مش كفايه اللي عملوه في ام رمضان موسم بوظوه لنا والعيد. خلوا الرجاله يقضوا رمضان من غير اجوازات. ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها علينا. بس يا زينه صلى على النبي، صلى على النبي. شاء الله خير. بس ماما جابت لنا ايه يا حبيبي؟ الله كمل لك شعرك كده ونظبطه عشان تبقي زي القمر. تمشت كده بس. انا مش عارفه راح فين. طول ما انت بتدوري بالعصبيه دي مش هتلاقيه. يا ماما انا لسه شايفاه من يومين، انا حاطاه هنا بايدي. هنا ايه يا بنتي؟ هو في حاجه في مكانها؟ رضا يا رضا، مش لازم يعني الجاكيت الجينز ده البسي اي حاجه تانية. لا يا ماما انا بتفائل بيه في الامتحان ده بالذات، بتفائل بيه في الايام. وانت مهيبره كده هتعرفي تحلي؟ رضا فين الجاكيت الجينز بتاعي؟ ايوه جاهز. الجاكيت يا رضا اللي بلبسه على طول. ما هو فين؟ في الغسيل. انا قلت لك اغسليه يا رضا. ما كان وسخ. روحي هاتيه حالا، روحي هاتيه حالا لو سمحتي. هتجيبها من الغسيل. متاخره يا رضا. يلا ايه الغبية ده؟ غبية. انا قلت لها تغسله يا ماما. خدي يا دليل، ربنا يوفقك يا رب، ربنا معاك انت واللي زيك يا رب. رضا. ايوه رضا. ايوه انت لبستي الجاكيت ده؟ لا ده كان وسخ وتلاقيه راحتك فيه يا رضا. ما هو كان تاني يا رضا، تاني بتاخدي حاجتي من غير استئذان؟ ما كان وسخ اساسا. خلاص خلاص يا دليل، مش لقيتي حاجتك؟ ايه ده؟ خدي حاجتك وروحي امتحانك هتتاخري. يلا. والله اساسا يا مدام كان وسخ اساسا. يلا يلا روحي الامتحان. اوعي والله يا مدام كان وسخ. خلاص يا رضا، رواقي الاوضه المقلوبه دي وروحي شوفي وراكي ايه في المطبخ. انت الواحد يمشي في الشارع كده وشابك دراعه في دراعك. ما تلم نفسك يا مجدي. يا بنت بعد الجواز، وانا بعد الجواز كمان مش همسك دراعك. هتمسكها. ايوه يا اختي. الواحد بقى يبقى ماشي في الشارع كده مع الجماعه بتوعه، واللي ضايقني احط صباعي في عيني. احنا اللي هيجيبنا هنا تاني، ونتمشى حدا دارنا. لا ما انا هعمل لك مفاجاه. انا خدت المطرح اللي في وسط طول، والطين بمنافعهم، الهواء بيخش فيهم يا بنت. ايه؟ يخرب سوجك، بجد يا مجدي؟ انا كنت شايله الهم تاخد لي مطرح بعيد عن الشغل. بقى شغل ايه؟ خلاص انا جماعه بتوع ما يشتغلوش. انت كبيرك يعني تجيبي خضارتي نضافيه زي ام رمضان؟ مش عايزه اتعبك يا بت. انا هستتك والله. تكرمي يا رب، ان شاء الله يخليك ليا يا مجد. حبيبي حال Thank you.
ترجمة